حياكم الله. قلبت الدنيا رأسا على عقب لدى المرينجي، إصابة أسنسيو وخسارة غير متوقعة لخبطت أوراق ريال مدريد. أولا تم التراجع عن صفقة الانتقال لجيرث بيل إلى الصين، ثم عاد بعد ذلك خميس رودريغيز للتدريب مع ريال مدريد. ارتبط اسم خميس رودريغيز بالانتقال إلى نابولي الإيطالي، لكنه لم يتم الاتفاق على بعض الأمور الخاصة. كذلك ارتبط اسم خميس رودريغيز بالانتقال لأتلتيكو مدريد على غرار ما فعله مع ماركوس يورينتي. صحيح أن النتيجة الأخيرة لخبطت كل أوراق ريال مدريد وعقدت الأمور وجعلت زيدان وبريز يعيدان كل الحسابات الدائرة بينهما. النتيجة الأخيرة خلت زين الدين زيدان يفكر بشكل جدي بلاعب مانشستر يونايتد بوجبا لضمه لفريق ريال مدريد وتعزيز خط الوسط بشكل أفضل. شو بالنسبة لجارث بيل؟ جارث بيل بدأ غضبا جدا حسب The Sun بسبب فشل صفقة انتقاله إلى الصين، وظهر بصورة غير عادية ومستفز دائما. الصحيفة الإسبانية ذكرت أن هناك أسباب عديدة هي وراء فشل صفقة انتقال جارث بيل. الأولى إصابة أسنسيو في المباراة قبل الماضية. السبب الثاني أنه في قانون بالصين بيفرض أنه يتم دفع ضرائب بحوالي قيمة 6 مليون يورو، هي قيمة الصفقة أصلا. زي ما أنتوا عارفين أنه زيدان كان صرح من فترة بسيطة أنه أفضل خيار للطرفين أنه يرحل جارث بيل عن الفريق. وكيل أعمال جارث بيل أكد أكثر من مرة أنه زيزو لا يحب جارث بيل والعلاقة بينهما يعني غير طبيعية. نقطة مهمة جدا وهي أنه النادي الصيني بده جارث بيل مجانا، عقد لثلاث سنوات وراتب مليون جنيه استرليني فقط. قبل المباراة القادمة هناك حالة من الفوضى تعصف بالفريق الملكي. الفوز أصبح ضرورة ملحة بالنسبة لريال مدريد في المباراة القادمة حتى يحسن صورة المرينجي. من الأشياء الضرورية مطلوب حل المشاكل الخاصة بخط الدفاع بفريق ريال مدريد. لجازيتا ديلو سبورت تحدثت أيضا عن اهتمام نادي موناكو بضم دياز لاعب ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. المصائب لم تتوقف عند ريال مدريد، أعلن اليوم أيضا عن إصابة كورتوا بالكاحل حارس مرمى فريق ريال مدريد. ربما يعني لعله خير أخيرا، كثر هذه المصائب قبل بداية الموسم أفضل من أن تحصل في بداية الموسم أو منتصف الموسم، ولا بد من إيجاد الحلول لها. الله معكم، شو رأيكم؟